من خلالنا كلنا مع بعض، مش شخص واحد ولا مجلس لوحده هو اللي بيعمل الكلام ده، لا الكلام ده كله وكل التطويرات الإنشائية والاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي بتحصل إزاي وبتتم إزاي من خلال تكاتف أعضاء النادي الأهلي بشكل كامل، والتعاون الواضح من قبل أعضاء النادي الأهلي مع مجلس إدارة النادي، لأن أي حد بيبقى عنده ملاحظة سهل أوي إن أنت تروح تتكلم أي حد من أعضاء النادي أو أعضاء مجلس إدارة النادي اللي بيبقوا موجودين تتكلم معاه عادي وانت موجود كده في النادي وتقول له احنا ناقصنا كذا وناقصنا كذا، هو الراجل بيكتب ايا كان مين هو عضو مجلس الاداره بيكتب وبيعرض الكلام ده في اجتماعات مجلس الاداره بشكل رسمي، ويا جماعه احنا عندنا في قصور هنا حقيقي لازم نعالجه، عندنا هنا ايجابيات كويسه لازم نطورها، لان انت برده مهم قوي ان انت ما يكونش بس عندك ايجابيات وعملت امور كويسه سواء انشائيه او اجتماعيه وتقف عند كده، لا دايما مع مرور الزمن بتحتاج التطوير ولازم انت تكون مواكب لهذا التطوير بشكل دائم. دي لقطات طبعا احنا شايفينها دلوقتي من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر وهم في اتجاههم دلوقتي كل المسؤولين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وايضا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، كلهم دلوقتي برفقه بعض اعضاء النادي الاهلي اللي اكيد سعداء ورايحينه زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دلوقتي، اعضاء النادي وراهم قاعدين بيتمتعوا بأوقاتهم داخل مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، وفي البعض رايح يبص ويتفرج ويشوف هذا الافتتاح، ودلوقتي في هذه اللحظات بيتم قص شريط الافتتاح الخاص بمجمع مطاعم النادي الأهلي بمدينة نصر، وشيء مهم ولحظات مميزة جدا جدا في الحقيقة. يا ريت يا جماعة لو عندنا صوت من هناك نسمعه، يعني هيبقى أفضل يعني الناس تسمع الصوت من هناك والحدث هيبقى شيء مهم لو متاح يعني، لكن في كل الأحوال لحظات مهمة ولحظات غاية في الأهمية لكل الأهلوية ولكل أعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر. الحالة اللي استلم عليها أو اللي مجلس إدارة النادي الأهلي استلم عليها النادي ومقرات النادي الأهلي المختلفة، الحلو في إيه؟ إن هو شاف السلبيات في الحالة دي إيه؟ الحالة اللي هو شافها لما جه المجلس لما جه وتولى المسؤولية بعد انتخابه، شاف السلبيات اللي موجودة في مقرات النادي الأهلي في مختلفة. كويس شفت السلبيات، المهم ان انا اشتغل عليها، اشتغل ان انا اعالجها، وده فعلا اللي حصل والمعالجه تمت، وده منظر رائع للافتتاح في الحقيقه اهو، يعني شكل رائع وبعض الالعاب الناريه ومنظر اكثر من رائع جدا جدا جدا، وده المكان هو مكان مرتفع شويه، مكان جيد جدا لاعضاء النادي الاهلي، الجو هناك في المنطقه دي بالتحديد كويس. هتقول لي ازاي يعني ما هي المنطقه دي زي بقيه المناطق المجاوره؟ لا هقول لك في طيارات هوا في المكان دي في الحقيقه يعني، وبيبقى مميز جدا ومشهد قمه الروعه احنا بنشوفه في هذه اللحظات. النادي الاهلي ما بيهزرش على كل المستويات الرياضيه الانشائيه الاجتماعيه، بصراحه لما حد يعمل شغل كويس لازم نشكره ولازم نقدره بشكل كبير جدا، نقدر مجهوده بالتحديد في تنفيذ كل ما يسعد أعضاء النادي الأهلي وفي كل ما يسعد جماهير النادي الأهلي في كل مكان. واللي بيحصل ده دلوقتي مش بس للأجيال الحالية، ده للأجيال كمان المقبلة، الأجيال القادمة. والجميل كمان من مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي اعتماده على الشباب، عنصر الشباب اهتمام كبير جدا واضح بعنصر الشباب داخل النادي الاهلي، لان احنا بنشوف لجان عديده داخل النادي الاهلي ومن ضمنها لجنه الشباب، وفي الحقيقه كلهم بيقوموا بدور كبير قوي لما بتيجي تتفرج على مناسبات مثلا خاصه بالرياضه، مثلا بطوله افريقيا لكره الطائره، بطوله افريقيا لكره السله، اي حاجه متعلقه بالنادي الاهلي بتنظيم النادي الاهلي بتلاقي الشباب دول موجودين وبيقوموا بدورهم، وهم من ابناء النادي الاهلي اللي بيحبوا النادي بجد واللي بيبقوا عايزين يعملوا شغل حلو للنادي بشكل مميز واللي عايزين يخلوا دايما النادي رقم واحد كالعاده في مصر. ففي الحقيقه اكيد برضو لازم نوجه الشكر لشباب النادي الاهلي اللي مهتم بيهم كل الاهتمام، الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارته، وده شيء مميز لان الشباب هم اللي جايين وانا من الشباب دول بالمناسبه. فبالتالي شيء مهم قوي. انا عن نفسي فخور جدا جدا بما اني عضو من اعضاء النادي الاهلي العاملين، وبشوف اللقطات الحاليه وبشوف التطور الدائم في مقرات النادي الاهلي المختلفه سواء في الجزيره في الشيخ زايد وفي مدينه نصر، ولسه كمان في تطويرات اكتر وفي امور انشائيه كتير جدا جدا هتسعد كل جماهير النادي الاهلي. وانا قلت لحضراتكم بعضها وقلت لحضراتكم خلال 40 يوم تقريبا او 50 يوم هيتم افتتاح
اكبر مجمع ترفيهي داخل النادي الاهلي في مدينه نصر، وهو اكبر مجمع ترفيهي على الاطلاق من خلال جميع كل الانديه، مفيش نادي هيبقى عنده هذا المجمع. وعندك مساحات كبيره قوي في مدينه نصر، والحلوة قوي في الحقيقه انك بتستغل هذه المساحات. المساحات كانت موجوده قبل كده لكن ما كانتش مستغله اطلاقا اطلاقا، ما كانش في اي استغلال لهذه المساحات. ممكن كان في امور اخرى بتعيق عن استغلال هذه المساحات، لكن كويس قوي، كويس جدا انك تشوف اللي محتاج يتطور ومحتاج يتحدث وتنفذه على طول وفي مده زمنيه قليله. وفي الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي حاطط خطه زمنيه لانهاء بعض الامور الخاصه بالافرع الثلاثه، وماشي طبقا لهذه الخطه، بل بالعكس بينهي كل هذه الامور وكل هذه التحديثات قبل الخطه الزمنيه الموضوعه. فبالتالي ده مجهود كبير وشغل كبير. والجميل قوي كمان في الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب خلال الفيديو اللي شفناه مع حضراتكم من شويه، ان قال ان كل ده من فلوس النادي الاهلي، من خزينه النادي الاهلي. ده شيء مهم قوي قوي ونقطه مهمه قوي 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 لازم نركز عليها. اذن النادي الاهلي قادر، قادر على ايه؟ قادر على تطوير نفسه في الجانب الرياضي، في الجانب الانشائي، في الجانب الاجتماعي، كل الامور دي في ايد النادي الاهلي، ويقدر ان هو يطور بشكل كبير جدا. وواضح، واضح بشكل كبير جدا اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي بكل هذه الجوانب. لسه بقى ناقص الباركينج، لان الباركينج شويه في مدينه نصر صعب بصراحه. الطريق عند البوابه الرئيسيه في اهل مدينه نصر الطريق بيبقى واقف دايما بسبب الركنات وبسبب هذه الامور. واعتقد ان شاء الله هتكون من ضمن الخطه الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي الجزء الخاص بالباركينج، هنشوف مكان معين طبقا برضو للتصاريح والتراخيص. كلها امور النادي الاهلي ماشي فيها ومجلس الاداره ماشي فيها بشكل مستمر وبشكل جيد جدا ومهتم بيها اهتمام كامل قوي. الجزئيه الاخرى اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، واحنا بنشوف الصور الجميله والرائعه في من خلال افتتاح النادي الاهلي لمجمع المطاعم بمقر النادي الاهلي بمدينه نصر، ومن خلال البراندات اللي احنا بنشوفها واللي هتكون موجوده مع حضراتكم وبعضها يمكن بيظهر اهو في الخلفيه شويه. لكن في جزئيه اخرى غايه في الاهميه، وهي خاصه بايه؟ خاصه باسوار النادي. اسوار النادي كانت سيئه جدا، زي ما قال فعلا الكابتن محمود الخطيب برضو في الكلمه اللي احنا شفناها، ان الاسوار كانت في الحقيقه صعبه قوي، الشكل مش ما يليقش اطلاقا، لا يليق اطلاقا بحجم ومكانه النادي الاهلي وبكيان النادي الاهلي. وبالتالي كان لازم تعمل اسوار تدل على هيبه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، لان وقيمه النادي كمان، لان ده بيبان من خلال هذه الاسوار. نسر النادي الاهلي هيكون موجود بشكل كبير جدا في مقر النادي الاهلي والبوابه الرئيسيه بالتحديد في مدينه نصر، وده بيعكس طبعا قيمه النادي وشخصيه النادي الاهلي، وكلنا طبعا عارفين يعني هذه الجزئيه. كمان جزئيه اخرى خاصه بالاسوار الخاصه بالنادي وبالتحديد في السور الخلفي والبوابه الخلفيه لمقر النادي الاهلي في مدينه نصر. فعلا الشارع الخلفي ده شارع يعني مظلم شويه، صعب شويه ان الادوار فيه ضعيفه جدا، كمان السور وراه ما كانش برضو كويس خالص. اهتمام، واللي تطرق ليه الكابتن محمود الخطيب في كلامه، ان الاهتمام كان بهذا المكان، وفعلا تم تحديث سور النادي الاهلي بالتحديد في مقر النادي الاهلي مدينه نصر بالتحت عند البوابه الخلفيه. اذا الناس دي بتوعد وبتوفي، وده الاهم بالنسبه لنا، ده الاهم بالنسبه لنا كاعضاء للنادي الاهلي وكجماهير للنادي الاهلي، ان انت لما توعدني بحاجه تنفذها. الناس بتنفذ، فلازم نشكرهم ولازم نحييهم على هذا المجهود. امور كتير ومنشات كتير وخدمات كتير بتقدم لاعضاء النادي الاهلي في الحقيقه، وهم بيستحقوا هذه الخدمات جدا جدا جدا، لان اعضاء النادي الاهلي في الحقيقه ناس يعني قمه في الاحترام والاخلاق، وده اي ده دي حاجه طبيعيه لكل ابناء النادي الاهلي بشكل عام يعني. فبالتالي لحظات سعيدة جدا احنا بنشوفها في هذه اللقطات اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي، واللي حضراتكم بتتابعوها وبتشوفوها من خلال مقر النادي الاهلي مدينة نصر، ومن خلال تغطية قناة النادي الاهلي لهذه الافتتاحات. والمكان واضح جدا، شكله مميز، منطقة مميزة داخل مقر النادي الاهلي في مدينة نصر. المنطقة دي فين بقى برضو؟ انا قلت لكم ان هي عند مكان الملاعب التنس القديمة. الميزة في ايه؟ ان هي بتتوسط النادي، يعني في منطقه في منتصف مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، يعني قريبه
للي داخل من البوابات الرئيسية للنادي الأهلي، وقريبة من داخل البوابات الخلفية للنادي الأهلي، فبالتالي منطقة كويسة قوي قوي، قريبة كمان من مجمع حمامات السباحة. بمناسبة مجمع حمامات السباحة وشفنا لقطات، والأهلي أقوى سيتي اللي قال عليها الكابتن محمود الخطيب خلال كلمته السابقة، واللي قال إن احنا بنحاول نستغل كل مساحة حتى في مجمع حمامات السباحة، لازم يبقى عندنا مكان واسع من المياه وحمامات السباحة الخاصة بالأعضاء اللي بيستمتعوا من خلالها، وكمان للأطفال وألعاب وحديقة مائية بالنسبة للأطفال، والكلام ده كله بيتنفذ، وشفنا الصور في اللي بيتم من خلالها او الصور الحاليه بالنسبه لهذا المكان، واضح اعمال التطوير واعمال التنفيذ، وان النادي الاهلي مش هيسيب اي حاجه تعود بالنفع لمجلس او عفوا تعود بالنفع لاعضاء النادي الاهلي غير لما هينفذها، اي حاجه هتسعد اعضاء النادي الاهلي هتتنفذ، وده شيء في الحقيقه مميز جدا ويسعد كل اعضاء النادي الاهلي بكل تاكيد، وفي اي فرع من افرع النادي الاهلي. احنا دلوقتي بنشوف ايه؟ بنشوف الافتتاحات في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، لكن طبعا الاهتمام مش بس مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، لا طبعا موجود كمان اهتمام كبير في مقر النادي الاهلي في الجزيره. ولو حضراتكم تفتكروا في مجمع الاسكواش في مقر النادي الاهلي في الجزيره، واللي تم تطويره بشكل كبير جدا من خلال المجلس السابق والمجلس الحالي، وكل دي امور بشانها خدمه الاعضاء ايا كان مين هو المتواجد وايا كان مين هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، كل هدفه اللي بيجي على كرسي مجلس اداره النادي الاهلي او كرئيس للنادي الاهلي هدفه الاساسي والاول والاخير هو اسعاد عضو النادي الاهلي واسعاد كل فرد من جماهير النادي الاهلي. هنا بيتم تفقد المكان بشكل كامل من قبل الحضور واللي بيتمثلوا فيه الكابتن محمود الخطيب. لازم اعيد على حضراتكم مره ثانيه، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، بجانب طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه كمان للنادي الاهلي المتواجدين في هذا الافتتاح، ولحظات هامه وامور هامه جدا، واضح ان الاعضاء كمان ابتدوا يستخدموا هذه المنطقه خلاص بشكل رسمي، لان افتتاحها كان النهارده، وده اللي واضح من خلال هذه اللقطات اللي احنا بنشوفها.